بس استني بس يا وليه الزهية بس. اتفضلوا يا رجالة، الحكاية تخص الحريم، خد الباب في ايديكم. يلا يا بنات عايزاكم تعرفوهم ان الله حق. يلا تعالي انت مرات ابوها ومش طايقاها؟ ماشي، عايزه تفقعيلها مرارتها وتخليها تسيب البيت؟ موافقه. عايزاها تسيب البيت وهي ادواره وايد قدام؟ موافقه. انما تجيبيلها نسوان من بره الحاره عشان يضربوها ويسقطوها؟ ما نستحقش احنا بقى ان احنا نبقى جيرانها ونعيش معاها. يلا يا بنات يا بنات تعالي لي هنا اروح امك عجلي فيها اليسا ده انا هفرجك. طمنوا يا جماعه، حالتها كويسه الحمد لله، الحمل مستقر. اتفضل يا دكتور. الحمد لله يا رب. متغذيه كويس، العلقه ما جابتش معاكي نتيجه. ستر يا رب. تصدقي ان انا خفت عليكي يا بنت غصب عنك. لا ودي بقى مش فاهمه ايه القوه اللي جات لها فجاه، طلعت فوق الست وهاتك يا ضرب. ايه ده؟ اقعدي يا منال. الدنيا بتبقى صعبه ووحشه لما يبقى كل واحد فينا مالي في حاله. لازم تفضلوا مع بعض وما تسيبوش بعض. الميت ما بيعرفش ايد مين اللي هتشيله وتحطه في قبره. ربنا يخليكي ليا. الله يخليكي حبيبتي. قولي لابوكي عد عليا، انا عايزاه في كلمتين. ونبيله دي تسيبوها متكتفه، محدش يفكها لغايه اما ابوكي يجي ويشوف هيعمل معاها ايه. على اذنك. سلام. رد. بعدين. الله، لا بجد بتضايق يا سلمى. اخ منك انتي، اخ ما تعرفيش تقعدي حافيه ساعتين على بعض. يا ستي ده زبون في المحل، مالك؟ وخدتي رقمه لي بقى ان شاء الله. اصل ليلى ما تحبش زعزع بينا، لازم كلهم يمشوا تحت طوعها. بس بقى انتوا هتشتغلوني ولا ايه؟ انا تعبانه بصحيح بس اقوم بيكم انتوا الثلاثه. طب والنبي يا لولا قلنا مين ده؟ مين ده؟ اسمه شريف. شريف. لا 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 لا. والشريف ده بقى اخره ايه؟ مش عارفه بس حاسه ان دي السعاده اللي جايه اللي كنت بحلم بيها. عارفين يا بنات لما تفتكروا ان السعاده راحت خلاص وعمرها ما هتيجي تاني وفجاه تلاقيها راجعه؟ عارفين لما تحسوا ان انتوا عمركم ما هتحبوا تاني وفجاه قلبكم يدق؟ هو ده اللي انا حاسه معاه. انا لما بشوفه بسيب خالص. بيبقى نفسي كده اجري عليه واترمي في حضنه. حنين قوي. واخرتها؟ مش عارفه. مش لازم تعرفي كل حاجه، المهم ان انت بتحسي احساس حلو. اديني بحس الاحساس الحلو لحد ما ربنا يسهلها. ان شاء الله يا رب اموت بعدها. اوعي تسيبيه يا ليلى. ولما تلاقيه اجري عليه. هي الواحدة تساوي ايه من غير حب؟ الست ايه من غير راجل تحبه؟ لو كانت غنية ولا فقيرة، تبيع فجل ولا عايشة في قصر ولا في عشة، أهم حاجة الحب. طيب الحمد لله انك بخير بقى. تسلمي لي يا حبيبتي. يلا فضتكم عافية. مع السلامة. باي باي يا بنات. باي باي. اقطع دراعي لما كانت البت تميمه دي بتحب وقع شوشتها كمان يا شيخ. اه والله. شكلك مبسوط جدا طبعا. اولا عشان امبارح كنت في وسطكم وقضيت وقتي كويس معاكم، كنت حاسس اول مره في حياتي ان انا وسط ناس كده بتحب بعضها بجد. تاني حاجه بقى عشان بابا بقى كويس الحمد لله. على فكره انا قلت له على وقفتك جنبي وهو عيان وهو بيشكرك قوي. انا هروح ازوره. يا ريت. هو عايز يشوفك اصلا. هو حسني ما بقاش يجي ليه صحيح؟ حسني مشغول شويه. طب انا هستأذنك. اتفضلي.
أنا بقالي نص ساعة مستنيك قدام باب الشركة. لا لا مش همشي. أنا مستنيك. عايزك في حاجة مهمة. ماشي يا علي. ماشي. ازيك يا قلبي؟ ازيك يا سمير؟ مين ده؟ ده عميل عندنا في الشركة. طيب تروح تحب تروح أي مكان بتحبه أنت؟ لا أنا عايزك تختار حددي. طب خلاص يلا نروح أي مكان نشرب قهوة عشان أنا عندي صداع. ماشي. راحت فين بس؟ ايه ده؟ ايه المكان الغريب ده؟ سوري بس انت وقفت ليه؟ ايه رأيك في الكافيه ده؟ انت بتهرج؟ طبعا بهر احنا علاقتنا كلها تهريج في تهريج ايه المانع يعني ان انا اهرب دلوقتي مالك في ايه بصي يا علي اي علاقه بين اتنين اساسها الثقه الثقه دي بتتبني على الوضوح والصراحه لما أي طرف من الطرفين يحس إن التاني غامض يبدأ يبني في دماغه أفكار خاصة بيه الأفكار دي كفيلة إنها تهدم أي علاقة إحنا يا عليا بنعيش حياتنا كلها وإحنا رسمين على وشوشنا أقنعة كتيرة بنتلون كل يوم بمليون لون حسب الموقف وحسب الحالة بنعتقد يعني هو ده الصح